سمو الشيخ منصور بن طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان. يا سلام يا سلام على هذا الأداء، بدأت تتسلل، بدأت تغير، بدأت تندفع إلى المقدمة. صباح الخير يا أبو محمد، صباح الخير يا أبو خليفة على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه. هجن الظبي تغير وتنتقل إلى المركز الأول بشعار الظبي، صاحبة السيوف، صاحبة الإنجازات اللي كانت ملكية باسم الشيخ منصور بن طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان. يا سلام يا سلام، سلام يا هجن الظبي، سلام يا أبو محمد، سلام يا أبو خليفة على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه. هجن الظبي في الشوط الأول تنتزع المركز الأول. مشكور يا محمد يا بن حمد يا برغش على هذا التنمير. مرحبا، هيا الصدارة والمقدمة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما يخاف على الصدارة، ما يخاف على المقدمة. ينطلق ينطلق بناموس هذا الشوط. هملول يحاول مع المركز الثاني، مع المركز الثاني بشعار هجن ساعة السلام، ولكن ما يخاف على الصدارة، ما يخاف على المقدمة. باعد باعد انطلق في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية بشعار معالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن احمد. من يختار الصدارة؟ من يختار المقدمة بقيادة مايخاف؟ تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، وتهانينا لمختار بن احمد من قدم مايخاف في هذا الشوط المركز الثاني. هملول بهجس السلام المركز الثاني. مرحبا، نزيح السلم على المركز الاول. النصيبة النصيبة هملولة هملولة، هجن العاصفة قادمة، هجن العاصفة تقدم الشاهينية. اللحظات الاخيرة اللحظات الاخيرة بدأنا نقترب وبدأ يقترب الكل من المقصورة الرئيسية. هملولة هملولة اسرار هجن نزيح السلم وهجن العاصفة، هجن نزيح السلم وهجن العاصفة في معركة طاحنة مع انطلاقة ثالث الأشواط لسن اللقاية، لسن اللقاية ما بين العاصفة ما بين نسيح السلم، ولكن بن مروشد بن مروشد سعيد بن عبيد بن مروشد من يأتي ويقدم أسرار أسرار السر في هجن نسيح السلم. تهانينا والناموس المركز الثاني شهيد. مرحبا، التضمير والتدريب وصل مناور، وصل مناور مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي، متابعا منطلقا بتحديات مناور. اللحظات اللحظات الأخيرة، فجاج مناور قادم مع المركز الثاني، ولكن فجاج هو الأقرب، هو الأقرب لناموس هذا الشوط للمرة الثانية في أشواط الجعدان. تهانينا تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، تهانينا لمختار بن احمد. سلام سلام فجاج سلام بهذا الاداء المتميز ولحظات الوصول الى خط النهاية. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، بينما اللي وصل مع المركز الثاني جاء ايضا مناور. مرحبا، هجن الظبي على المركز الاول وعلى الصدارة، والمبتكر المبتكر من يتابعها في عملية التضمير والتدريب محمد بن حمد بن رغش الوهيبي، من يأتي ويقدم الظبي. ما شاء الله تبارك الله اندفاعة هجن الظبي في اللحظات الاخيرة. هيهات يا من تلاحق هجن الظبي، هجن الظبي هجن الظبي. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن منصور بن طحنون آل نهيان، وتهانينا والناموس لسمو الشيخ خليفة بن منصور بن طحنون آل نهيان. وشكرا يا المبتكر، شكرا يا المبتكر. والنقطة الثانية لهجن الظبي، تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن رغش الوهيبي.
مرحبا. الله، هناك من الجانب الاخر نجوان بدا يتسلل في هذه اللحظات على الصداره، على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط. هنا نجوان اذا يبغي النقطه الثالثه بهذا الانطلاق والتحدي. هنا لمعالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد من ينطلق على الصداره، على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط. تهانينا ايضا لدهنا، ايضا لداعم هذا الشعار ولمتابعيه هنا بالانطلاق والتحدي، شيخ سيف بن محمد بن بطي ال حامد على هذا الفوز والاداء المميز. شكرا لمختار بن احمد على هذا الفوز المميز الجميل ورحبة الوصول الى خط النهاية. التهاني على الشيخ محمد بن بطي ال حامد المركزه. مرحبا. نيان وتحرك من الشاهينية من هجن سيح السلام عبد الله بن ثعيلب الهايري، وايضا وصول في هذه اللحظات وتحرك من زعفران لسمو شيخ نهيان بن ذياب بن سيفان نهيان. الامتار الاخيرة، جولة الاوامر. هجن زعبيل مسيطرة على مقدمة الشوط، ولكن زعفران اسمه شيخ نهيان بن ذياب بن سيف. التنافس ما بين زعفران وما بين الشاهينية وزعفران، الامتار الاخيرة والشاهينية. تهانينا لهجن زعبيل على هذا الفوز، تهانينا لراشد بن محمد بن مروشد احد شبابنا المتألقين في التضمير والمقدم شعاري هجن زعبيل. لحظات الوصول الى خط نهاية المركز الثاني زعفران لسمو شيخ نهيان بن ذياب. مرحبا. قادم في هذه اللحظات يقدم عشاق لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن سعيد بن منان الكتبي في المتابعه، ولكن المتالق والمتحدي معركه ثنائيه. وين السلام ما بين شاهين وعشاق، عشاق وشاهين، ولكن المتالق ومضمر العزوم الله ياتي بالنقطه الثانيه الى هجن زعبيل. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم داعم هذه المؤسسة بهذه النوعيات الفريدة. تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن مروشد. والنقطة الثانية يا المتألق لهجن زعبيل، المركز الثاني عشاق لسمو الشيخ احمد بن محمد بن رايد المكتوم. مرحبا. وعلى المركز الاول مع المبتكر محمد بن حمد بن رغد الوهيبي القادمه الشاهينيه من هجن زعبيل مع المتالق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. ولكن الظبي تضيف النقطه الثالثه في صباح هذا اليوم لهجن الظبي بهذا الانطلاق وبهذا الاداء المميز الجميل. تهانينا لهجن الظبي على هذا الاداء المميز. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن منصور بطحنون آل نهيان. تهانينا سمو الشيخ خليفة بن منصور بطحنون بن محمد آل نهيان على هذا الأداء، والتهنية لمالك هذه المؤسسة سمو الشيخ منصور بطحنون بن محمد آل نهيان. شكرا للمبتكر محمد بن حمد بن رغش لوهيبي سلام مدينة العين سلام على هذا الأداء المميز. مرحبا. مقدمة وشاهين ينفرد بناموس هذا الشوط بشعار هجن زعبيل، وتقدم المتألق راشد بن محمد بن مروشد في عملية تضمير وتدريب من ينطلق من يندفع بناموس هذا الشوط. بيضيف النقطة الثالثة لهذا الشعار. سلام
بسلام هجن زعبيل مع هذا الأداء المتميز والانفراد الواضح على الصدارة. تهانينا للمتألق راشد بن محمد بن روشد متابعا منطلقا بتحديات شاهين، والنقطة الثالثة في صباح هذا اليوم ولحظات وصوله، لحظات وصوله إلى خط النهاية بدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا لراشد بن محمد بن مروشد على فوز شاهين. مرحبا من هجن زعبيل على المركز الاول، والعينويه قادمه، العينويه قادمه على المركز الثاني، ولكن هجن زعبيل، هجن زعبيل والمتالق، والمتالق وانتاج اليلايس، انتاج اليلايس، سلامي على هذا الانتاج. تهانينا والناموس لداعم هذه المؤسسه بالانتاج وبالشرايا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس للمتالق راشد بن محمد بن مروشد، ما لها الا بن مروشد، ما ياتي الا ويقدم النوعيات. المتالق مشكور يا ابو محمد على هذا التضمير المتالق، وانت متالق دائما في كل حالاتك ومتالق. مرحبا هنا عنيد المضمرين سعيد بن سالم اللي نبي، والوال القادم من الجانب الاخر، والوال لسمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي سند بن راشد. هنا ايضا نعويسي في تضميره وشاهين، شاهين هنا هجن زعبيل لمتابعه راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، والقادم هنا هتان، هتان لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده هنا سالم بن سعيد بن منانه، ولكن الصدارة، الصدارة معه، والوال على المقدمة، والوال على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول هو الصدارة هنا، واللحظات الأخيرة. تهانينا، تهانينا سمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي، تهانينا سالم بن راشد مسائل هنا لعويس المركز. مرحبا على الشاهدية بالتحرك إلى النقطة الخامسة، إلى النقطة الخامسة، إلى زعبيل. ها هي هجن زعبيل تتجه إلى زعبيل، وصل أبو عبد الملك يقدم زعفران، وانتاج بدع ثلاب، انتاج اليلايس، وانتاج بدع ثلاب. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، المتلق 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 في سن اللقاية، في سن اللقاية يخطف خمسة شواط إلى زعبيل، إلى زعبيل. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لداعم هذه المؤسسة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس المتلق راشد. مرحبا راشد هنا لعويسي، ولكن الخوارة النقطة هنا آتينا بهذه الانطلاقة. هنا يقدم لنا النقطة الرابعة، هنا أبو أحمد من يقدمها، مختار هنا بن أحمد بن عبد الملك من يقدم لنا انطلاقة الخوارة. تهانينا، تهانينا لنا لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد على هذا الأداء الجميل، والتهنية أيضا للمتابع هنا الشخصي بن محمد بن بطي آل حامد على هذا الأداء المميز الجميل هنا للخوارة ولحظة وصولها. تهانينا والناموس، شكرا أيضا على إنتاج بدع ثلاب هذا الانطلاق والأداء ولحظة الوصول إلى خط النهاية بهذه الانطلاقة.